كابتن عادل وكابتن مصطفى. اهلا كابتن. شلون طيب يا كابتن؟ كل سنه طيب يا كابتن شريف. كل سنه طيب. طبعا طاقم التحكيم النهارده مكون من الكابتن احمد الغندور الحكم الدولي، وكان معاه الخطوط محمد مجيد من اسكندريه كان مساعد رقم واحد، عندنا مساعد رقم اثنين كان موجود. هنا هنجيب الحكام، هنا احمد الغندور هو حكم المباراه، هو حكم دولي، ونفتح الكادر كده نجيب المساعد رقم واحد محمد عبد المجيد، مساعد رقم اثنين شهاب راشد، والحكم الرابع الدولي محمد حسن. الفار كان موجود النجم الصاعد حسام عزب، وكان معاه محمود ابو رجال. قبل ما نتكلم كابتن ايمن بس في المباراه، نتكلم في موضوع الوقت بدل الضايع. صح، الوقت بدل الضايع ده حق القانون اداه للفريقين مش لفريق واحد. الحق الوقت بدل الضايع ده حق للفريقين. وبنيجي النهارده نقول حتى لو الحكم انا بدي مثلا اربع دقائق وقت ضايع، حصل ايه؟ حصل ان في الاربع دقائق اللي انا اديتهم حصل ان في كان عندي اصابه موجوده وكان عندي استبدال. اضافه لايه؟ الاربع دقائق كمان لما نيجي نتكلم بالتقريب، انا كحكم مفترض ادي الوقت بالتقريب، مش قوي يعني، ولكن عندي اصابات في الشوط الثاني، عندي استبدالات في الشوط الثاني، على الاقل على الاقل مش اقل من ست دقائق في الشوط الثاني. ده بنتكلم ليه؟ بنقول الكلام ده لكل حكامنا من فضلكم، لان الوقت ده ممكن فرقه بيجيب جون واثنين وثلاثه في الوقت بدل ضايع. مش معنى حتى لو كانت النتيجه تعادل او فوز، احنا بندي الوقت الضايع للفريقين يا كابتن ايمن، ودي ثقافه بنديها للحكام كلها. القانون اداك الحق في انك انت تقدر الوقت بالضايع بشكل صحيح عشان تدي حق للفريق. هنروح ل